بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الفرائض وفي موانع العرث. مر بنا بأن أسباب العرث ثلاثة، والسبب تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأسباب العرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ قلنا عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ما هو الولاء؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وما هو النسب؟ النسب هم القرابة، وهم قرابة الميت يرثونه. هذه أسباب متفق عليها. وهنا سبب رابع هو محل خلاف بين أهل العلم. المالكية رحمهم الله يرونه سبب، والشافعية رحمهم الله يرونه سبب إذا انتظم، والأحناف والحنابلة رحم الله الجميع يرون أنه يحفظ المال وليس سببا للعرف. وهو بيت المال، المالكية قالوا سبب، والشافعية قالوا إذا انتظم، والحنابلة والأحناف قالوا ليس سبب وإنما يحفظ المال الضائع عن الضياع وعن الفقدان. مثال ذلك، الآن عندنا سوبر ماركت مثلا في مكة، فيها خضار، فيها فواكه، فيها دجاج، فيها مربى، فيها معلبات، أقفلت ولا ندري وين صاحبها. لو تركناها شهر أو أقل من شهر كل شيء يعدم ويضيع. فنطلب من بيت المال أن يتدخل، فيتدخل بيت المال ويضع يده. لو كان صاحبه هذا الرجل ميت وله وليس له أحد، فبيت المال هو الذي يتولى. لكن إذا له قريب فبيت المال يسلمه لمستحقه. فهم يقولون الحنابلة والأحناف إنه يحفظ المال عن الضياع. لو قلنا لا، الرجل ما جاء، يمكن سافر، يمكن يجي الشهر هذا ولا اللي بعده، بعدين انقطع الكهرب. اليوم كم دقيقة انقطع عنا الكهرب في العوالي؟ ينقطع الكهرب والفريزرات ممتلئات خضار، يعني دجاج ولحوم وكذا، فهذا وين يكون؟ يفسد. فلذلك قالوا لابد أن يتدخل بيت المال ليحفظ المال عن الضياع. فالأسباب أسباب العرث، السبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ما في سبب إذن ما في إرث، ولا يلزم من وجوده. وجد سبب لكن قد يوجد ميراث وقد لا يوجد. فأسباب ميراث الميراث المتفق عليها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. والسبب الرابع محل خلاف بين أهل العلم. المالكية قالوا فيه مقالة، والشافعية مقالة، والأحناف والحنابلة لهم قول مغاير. ثم قلنا الموانع، هو فيه سبب لكن في مانع. من الأسباب النسب،
هو أب، لكن قلنا لا ما يرث. من الأسباب هي زوجة أو زوج، لكن ما يرث. وهكذا يعني وجد السبب لكن وجد مانع يحول بين هذا الشخص وبين الميراث، مع وجود النسب أو وجود النكاح أو وجود الولاء. فنقول هنا إذا وجد السبب وجد الإرث، لكن قد يوجد مانع منه، كأن يكون هناك رق، كأن يكون هناك قتل، كأن يكون هناك اختلاف دين. ويقول فيه الناظم، وهذه الرحبية عبارتها سلسة وأسلوبها واضح، ويقرأ يعني إذا ردد الإنسان البيت مرة أو مرتين علق في ذهنه. يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. ما هو الرق؟ الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وعندنا وقتل، القتل هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. واختلاف الدين أن يكون هذا على ملة وهذا على ملة. عندنا أيها الأحباب ما أوجب كفارة يعني يكون الإنسان قتل خطأ، لكن إذا تسبب الإنسان في قتل والده، إذا تسبب في قتل ابنه، فقد يكون هناك اتهام لأنه فعل ذلك استعجالا في الميراث ورغبة في المال. فالقاضي يمعن النظر في هذه المسألة، وقد يحكم القاضي بعدم حرمانه من الإرث. يعني سايرين مثلا نازلين من الجبل من الطائف، والمشي عادي نقول 50-60 كذا، الإطار انفجر ولا دخل له بالموضوع، فهل نقول إن السائق ممنوع من الميراث؟ على القول الأول بأنه أي قتل يمنع من الميراث إلا إذا كان قاتله قصاصا أو قتله لحدا، يعني يكون الرجل قتل ابنه قصاص أو قتل أباه حدا، فهذا يقول لا يمنع من الميراث. أما إذا كان تسبب ولو نسبة ضئيلة فنقول بأنه يمنعه من الميراث. وإذا لم يكن له سبب إطلاقا فيجتهد فيه القاضي، وإذا قال يورث فنقول حكم القاضي يا شيخ صديق يرفع الخلاف. كثيرا ما يمر قضايا الآن يقولهم جايين من طريق المدينة مشي عادي، يقرر المرور أن المشي هو المحدد وأن السائق منتبه، لا يعبث بهاتف ولا يتحدث مع أحد ولا يشغل راديو ويشغله، وإنما انفجر الإطار فالسيارة انحرفت، ماتت أمه، مات أبوه، هل نقول لا يستحق الميراث؟ القاضي يجتهد، لا نقول نعم ولا نقول لا، وحكم القاضي يرفع الخلاف. فإذا ثبت كتب القاضي وهو ممنوع من الإرث قلنا نعم، وإذا قال وهو يستحق الإرث قلنا نعم. وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من النوع الثاني من موانع الإرث، وهو القتل، حيث يقول ويمنع الشخص الرجل أو المرأة طفل كبير صغير، ويمنع الشخص يا شيخ أحمد من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق ذكرق وقتل تسبب واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف ونتناقش فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والثاني من الموانع الرق، فلا يرث العبد قريبة ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث. الثاني من الموانع الرق، يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق. ما هو الرق؟ عجز حكمي. لماذا؟ لأن الرقيق ما يملك. الثياب اللي عليه لسيده، الساعة اللي بيده لسيده، البيت اللي يسكن لسيده، وسيده ما له علاقة بهذا.
فنقول لا فإن الرق مانع من موانع الإرث، فإذا كان الإنسان رقيقا فلا يرث، لأنه لا يملك هو أي الرقيق، وما يملك لسيده، ولو كان له ملك فهو ضعيف. لو اشترى السيد سيارة وقال هذه لك يا فلان، يعني في وقت ما كان الرق موجود، فهو والسيارة، هذا الرجل والسيارة كلها ملك لسيده، فنقول بأن الرقيق لا يملك، هذا وقت وجود الرقيق، أما الآن لا يوجد لدينا أرقى بحمد الله. نعم. فلا يرث العبد قريبة ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث، وإن ملك فملكه ضعيف. وإن ملك فملكه ضعيف، يعني قد يملك سيارة، قد يملك ساعة بيده، قد يملك مثلا شيء يخصه ثياب بذلة أو كذا، ملكه ضعيف. وإذا أمعنا النظر فنقول وإن كانت له فسيده يقدر، يعني يستطيع السيارة اللي بيده يأخذها ويبيعها بدون أن يستأذن منه، وإن ملك فملكه ضعيف. نعم. فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع عبدا له مال، العبد هذا له فرس، وباع سيده باع العبد، فالفرس لمن تكون؟ للمشتري، لأن إلا أن يشترطها البائع، يقول ترى الفرس لي وأنت لك العبد، العبد هذا له دهر، وجاء الشخص واشتراه من سيده، نقول الدار للمشتري إلا أن يشترط البائع، وهذا هو نص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، يشترطه المبتاع يعني المشتري. نعم. فكذلك بموته ولا يرث، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه. من باع عبدا له مال فماله للبائع، لأنه العبد جهة والمال جهة أخرى، فتكون باقية لصاحبها والعبد وحده، إلا لو اشترط المشتري، قال أنا بشتريه هو السيارة، أنا بشتريه هو الدار، أنا بشتريه هو الملابس، أنا بشتريه هو الفرس، فإذا اشترطه فنعم فهو كأنه سلعة ثانية، وإلا فهو لسيد للمن باعه. نعم. فصل. ومن بعضه حر. الآن عندنا من بعضه حر وبعضه رقيق، قد يكون اثنين عندهم عبد ورثوه من والدهم، فأحدهم قال نصيبي حر والثاني قال لا نصيبي أريده، كيف نورث هذا؟ نسمى في علم الفرائض يسمى بالمبعض، بعض حر وبعض عبد، فنحن نورثه كما مر بنا في مسائل الخنثى المشكل، حينما يكون نقول هل هو ذكر أو أنثى، نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا كذلك نعطيه نصف يعني ميراثه بالنسبة للحرية، ولا يستحق شيئا بالنسبة للرق. كذا يا شيخ عبد الله؟ نعم. ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. لما روى عبد الله بن الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. نعم. بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن حبر الأمة عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، إن عتق الربع ورث الربع، إن عتق الثلث ورث الثلث، إن عتق النصف ورث النصف، وهكذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، أما ما فيه من الرق فهو مال لا يرث به شيئا. نعم. على قدر ما عتق منه،
ولأن هذا قول علي وابن مسعود، قول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، رضي الله عنهما. فينظر ماله مع الحرية، فينظر ماله مع الحرية الكاملة، فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. إن كان ربعه حر نعطيه ربع الميراث، وإن كان ثلثه حر نعطيه ثلث الميراث، وإن كان نصفه حر نعطيه نصف الميراث، فنورثه بقدر ما فيه من الحرية. كذا شيخ أحمد؟ نعم، بقدر ما فيه من الحرية الكاملة، ويحجب به بقدر ذلك. فتقول في بنت نصفها حر وأم حرة وعم، للبنت الربع لأنه نصف ما تستحقه بالحرية، للبنت الربع لأن الأصل أنها ترث النصف، البنت ترث النصف بشرطين أساسيين، عدم المعصب وعدم المشارك، هي نصفها حر البنت، نقول نعطيها الربع، نصف النصف هو الربع، فنعطيها الربع لأن النصف الثاني رقيق لا ترث به شيئا، نعم، لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. وللأم الربع لأن حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها، يعني نصف حريتها يحجبها، نعم، فنصف حريتها يحجبها عن نصفه، والباقي للعم. فإن كان نصف الأم حرا فلها الثمن لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، والباقي للعم. ونقول إن هذه يعني من المسائل النادرة، لا يوجد في زمننا هذا أحد نقول نصفه كذا وربعه كذا، ولا نقول ثلثه كذا وربعه كذا، لا، وإنما أراد المؤلف رحمه الله أن يصور مسائل قد يندر أو يتعذر وجودها. ومر بنا أول ما بدأنا في قراءة الفقه قبل كذا سنة قول مؤلف الزاد، يقول وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثلها يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يذكر مسائل تكون أندر من النادر، وإنما لأجل إذا عرضت يكون الإنسان على علم بها، وقليلا أن توجد، نعم. وإن شئت عملتها بالأحوال كمسائل الخناثة، فتقول لو كانتا حرتين فالمسألة من ستة، ولو كانت الأم مسألة الخناثة، يعني عندنا خنثة نعطيه نصف، ما ندري نقول سعد ولا سعدية، ما ندري هل نقول راشد ولا نقول زينب، لا ندري أذكر هو أو امرأة، نعطيه نصف هذا ونصف هذا، فيكون له عبارة ثلاثة الأرباع، نعم. ولو كانت الأم وحدها حرة كانت من ثلاثة، وإن كانت البنت وحدها حرة كانت من اثنين، وإن كانتا رقيقتين فهي من سهم، فتجزئ بالستة لأن سائر المسائل داخلة فيها، وتضربها في أربعة يطلع عندنا 24، نعم، تكون 24، للبنت النصف في حالين وذلك ستة وهو الربع، للأم الثلث في حال والسدس في حال وذلك ثلاثة وهو الثمن، والباقي للعم، والباقي للعم. الآن عندنا السبب يكثر في المحاكم، يكثر في المحاكم، يعني جماعة جايين من الطائف ومروا بالهدى أو بالجبل الكرى، لما نزلت السيارة انطلق الإطار وانقلبت السيارة، وهذا كثير ما يحصل. من السائق؟ قالوا السائق الابن. من معه؟ معه أبوه. مرة ثانية، من السائق؟ قالوا السائق الأب. من معه؟ زوجته. وهكذا، من معه؟ ابنه. فهل هذا يمنع أم لا؟ نقول القول الراجح من عند أهل العلم في هذه المسألة أن الأمر متروك لحكم القاضي،
وحكم القاضي يرفع الخلاف. فالقاضي يدرس المسألة ويكتب في الصك، إذا كان يرى أنه يمنع يقول علما بأن السائق ممنوع من الميراث فعليه وجوده كعدمه، وإما يقول وقد ثبت أن هذا قضاء وقدر ولا دخل للسائق فيه فعلى هذا يكون السائق أحد الورثة، وحكم القاضي يرفع الخلاف. يعني عندنا المانع اللي مر قبل قليل وهو الرق، نقول ما عندنا رق إطلاقا لا في المملكة ولا في كثير من البلدان. طيب لماذا ذكره المؤلف؟ لأنه ذكره قبل مئات السنين وكان لكن الآن الرق، لكن الآن القتل قد يتسبب، يعني مجرد أنه يسوق نقول أنه يحرم من الميراث، لكن لو قلنا أنه له سبب، كان مسرعا تجاوز السرعة المعتبرة، كان مشغولا بالهاتف، كان مشغولا بالراديو، كان مشغولا بالحديث واستمر مع فلان أو فلان، فهو المتسبب لإهماله وتقصيره وتصرفه تصرفا خاطئ. لكن إذا ثبت لدينا أنه لم يحصل منه أي تقصير فمن الصعوبة أن نحرمه، فنقول هذا الأمر متروك للقاضي وحكم القاضي يرفع الخلاف، إذا حكم القاضي يلزمنا تطبيقه. نعم. للأم الثلث في حال والسدس في حال. لحظة، الثالث من الموانع. فصل. الثالث من الموانع قتل المورث بغير حق. نعم، قتل المورث بغير حق. شيخ بكاي، وش نستفيد يا ابني من قولي بغير حق؟ إذا قتله بحق فلا يمنع، حتى عند المؤلف يعني قبل 600 سنة 700 سنة إذا كان القتل بحق فلا، يعني قتله بحق لأنه يريد أن ينفذ حكما شرعيا. لكن الآن نقول إذا كان قتله لمورثه نتيجة إهمال أو تفريط أو عبث أو غير ذلك فنعم، وأما إذا كان قضاء وقدر، السيارة الإطار قديم وربما أنه مثلا مر على حجر أو شيء وانفجر الإطار وتدحرجت السيارة ومات بعض من فيها، فلا نقول إنه مقصر لأنه لا دخل له بالإطارات. نعم. والثالث من الموانع قتل المورث بغير حق. يمنع القاتل ميراثه عمدا كان القتل أو خطأ، لما روي عن عمر أنه أعطي دية ابن قتادة المدحجي لأخيه دون أبيه عمدا، يعني ومر بنا قتل العمد وفي 9 صور، أو خطأ يعني أنا أريد أضرب حمامة، الحمام في الحرم ما يجوز يصاد في مكة، لكن في غير مكة أنا أريد أضرب حمامة وضربت إنسان، هذا يسمى خطأ، أو شبه عمد، أنا معي مسطرة وقلت بالشيخ علي كذا فأثرت عليه وهي عادة لا تؤثر، هذا يسمى شبه عمد، لأن عندنا يقول مثلا قبل كم سنة كتاب الجنايات وهي 3، عمد يختص به القواد وشبه عمد وخطأ، تذكرون هذا الشيخ في الروض المربع وفي شرح المنتهى كل مرة علم كتاب الجنايات وهي 3، يعني الجنايات عمد يختص به القواد، ومعنى القواد أن نفعل بالقاتل كما فعل، يعني مثل ما قتل نقتله، وشبه عمد فيه دية مغلظة وخطأ دية مخففة، ولا ما في قصاص. فالجنايات عرفنا أنها يعني مر أكثر من كتاب مر بنا بأنها 3، عمد، ما هو العمد؟ أن يقصد إنسانا معصوما كذا فيلقيه من شائق أو يطعمه السم أو يضربه بحجر أو يجعله في درب أسد أو يعني مثلا يعني عند ثعبان يربطه أو يقفل عليه ويمنعه الطعام، يعني 9 صور محددة، هذا يسمى عمد. وشبه العمد أن يفعل ما له فعله فيصيب إنسان، أراد أن يصيد طائر
وانطلقت على إنسان فقتلته، فهذا خطأ، فهذا هذا 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 خطأ. وشبه عمد أن يفعل ما له فعله، وما جرت العادة بأن تقتل أو تكون سببا في الوفاة. نعم. وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. نعم. ليس لقاتل، من تسبب في القتل لا يرث. نعم. لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. شيخ عثمان، ما معنى يا بني يعامل بنقيض قصده؟ يكون قتله لأجل أن يرث ماله بعده، يعني عنده أخ وهو الوارث، يقول أخوي هذا طول من ريحه علشان نستفيد، أو أخ يخشى أنه يموت قبله، أو أبوه يقول مثلا بلغ من العمر ما بلغ، أو أمه، فهو يستعجل. ومن القواعد الشرعية أن يعامل الإنسان إذا أضمر شرا أن يعامل بنقيض قصده، فهو تسبب في الوفاة حرصا على الميراث فنحرمه منه، لأنه يجب أن نعامله بنقيض قصده. نعم. رواه مالك في الموطأ. ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه. هذه النقطة، أعد العبارة. ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه. استعجالا للميراث، يقول بدل ما أصبر سنة سنتين أقتل الرجال عشان أعرف. نعم. وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة. يضمن بقتل يعني يكون قصاص، أو دية لأنه خطأ. فنعم. يمنع كفارة. نعم. يمنع الميراث لذلك. وما لا يضمن وما لا يضمن كالقصاص، أو يضمن كالقصاص. فالقصاص لو مثلا إنسان أراد يقتص منه ما وجدوا إلا ولده ولا وجدوا أبوه وقلنا افعل القصاص ففعل، فهذا لا يمنع من القتل لأنه ينفذ حكما شرعيا. نعم. وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح. والقتل في الحد، والقتل في الحد. أنا أريد أسأل الشيخ عبد الله، وش الفرق بينهن يا بني؟ اقرأ العبارة وما فرق لي بينهن. اي لا هنا يا بني، وكل قتل، نعم، وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة. يقول هنا: وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد. وش الفرق؟ سؤالي: ما الفرق بين القصاص والقتل في الحد؟ الشيخ علي أنت بوش يقول؟ يقول الشيخ علي بيدو يقول يعني ما فهم شيء. الحين الشيخ علي بجوارك ولا فهم شيء، فأنا ما فهم. الصورة واضحة، يعني جبنا السياف والسياف حصل له حادث، أنا قلت هذا لطلابي في الجامعة لما جو عند مستشفى النور أو كذا حصل له حادث ودوه المستشفى، جو الطوارئ واخذوه، ثم بعد ذلك قال ولده ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر، قال أنا نجد. لكن أريد شوف يا بني، أريد أن تمثل لي بين القتل قصاصا والقتل حدا، بس هذا سؤالي مختصر. القتل قصاصا والقتل حدا. نعم. اي وش يقول يا شيخ علي؟ يقول صح ولا غلط؟ كلامه صح ولا غلط؟ ما فسرت لنا جل تفسيرك، ما هو كما ينبغي. قتل القصاص يعني هو قتل واحد، الشريعة هذا هو القصاص.
سؤالي واضح أنا، سؤالي واضح، ما الفرق بين القصاص والحد؟ سؤال، ما الفرق بين القصاص والحد؟ ما الفرق بين القصاص والحد؟ بس كلمتين. إيه كمل كمل كمل، وش الفرق بينها؟ طيب ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف عمدًا. طيب شوف الشيخ صديق يوصل، والفرق بينهما يا بني؟ اي اسمعوا ترى دائما الشيخ صديق ما شاء الله مسدد. نعم اولياء، احسن، نعم اولياء الدم. كيف اي يعني، يعني كيف كمل شوي. يقول كلامه سديد وإنما ينقصه أيضا بعض التعبير. القصاص مرجعه لأولياء الدم، لو اجتمع الناس واكتملت الشروط وانتفت الموانع وعند التنفيذ حضر والد المقتول قال عفونا، عفونا عن، نقول وقفوا كذا، حضرت ابنته، حضر أحد الورثة، لأنه لابد من اشتراط المشتركين كل الورثة أن يطالبوا بالقصاص. فإذا أحدهم لو 20 إذا أحدهم قال لا أنا عفوت، نقول لا ما في قصاص. بينما الحد ما في مجال أحد يعفو، لا الكبير ولا الصغير، يجب تنفيذه، وذلك كأهل الحرابة مثلا وهم قطاع الطريق، فهؤلاء يقتلون حدا. وليس من حق أي أحد، لو أولياء المقتول يقول عفونا عن هذا، نقول لا ما في عفو كذا، لو أقاربه قالوا عفو، لو كلهم عفو فلا مجال للعفو، وإنما يجب أن ينفذ لأنه حق لله وليس للآدميين. فالقصاص من حق أولياء الدم، وأما الحد فهو حق لله. ومنه الثيب الزاني، ويعني وأيضا التارك لدينه يعني المرتد، إذا قتلناه حدا مثلا 3 أيام ونحن نقول يا فلان اتق الله، ارجع إلى الرشد، تعالى ارجع إلى صوابك، وصمم على ما هو عليه، يجب أن يقتل ولا مجال للعفو عنه. ناس بدأوا يقطعون الطريق، يعني وقفوه في الطريق يؤذون المارة، وأحكام أهل الحرابة 4 أحيانا القتل والصلب، وأحيانا القتل بدون صلب، وأحيانا قطع اليد والرجل، وأحيانا ينفوا من الأرض. وقد ذكرتهم الآية الكريمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وش معنى ينفوا من الأرض؟ حنا الآن بدأنا يعني بدأنا نستبدل بدل يعني النفي المراكز الإصلاحية، لأنهم في مراكز الإصلاح في تحفيظ قرآن وفي حديث وفي تدريب على الفضيلة وفي تدريب، فيحكم القاضي بأن يودع دار الإصلاح، لأنك إذا مثلا تركته ينفي من الأرض بدل ما توديه هنا قد يروح طريق المدينة ويعبث، قد يروح طريق الرياض ويعبث، قد يروح طريق الجنوب ويعبث. فلذلك قالوا في الإصلاحيات لتكون تعليما في خصال الخير وتدريبا على الفضيلة وإسهاما. فكثيرا منهم تجده يعني بعد فترة وجيزة يكون حفظ القرآن بكامله غيبا، نعم، لأنه فعل مباح. فالفرق بينهما يا شيخ عبد الله بأن القصاص مرجعه لأولياء الدم، وأما الحد فلا مجال، إذا ثبت ما في مجال إلا التنفيذ، ولا تستطيع أي جهة أن تعفو عنه. فلم يمنع الميراث كغير القتل،
ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم، فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب أو الحق المباح استيفاءه. شوف أعد السطر الأخير هذا وبي الشيخ بكاء يشرحه لي، أعد السطر الأخير. فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب أو الحق المباح استيفاءه. طيب لو منع شلون؟ لو منع نقتص من الجانب. اي اذا كان هذا من في اخذ الحق الواجب احسن. يقول الشيخ بكاي لو منعنا، لو قلنا ان القتل قصاصا يمنع من الميراث، ما وجدنا احد ينفذ القصاص، نقول له تعال نفذ، يقول له هذا يكون سبب في عني ما يعني ما ينالني شيء من العلم كذا الشيخ. فلذلك إذا كان قصاصا فهو منفذ للحد الشرعي للحكم الشرعي ولا يمنع من توريثه كذا الشيخ عثمان كذا الشيخ أحمد. نعم أحسنت شيخ. فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب أو الحق المباح استيفاؤه، وعنه لا يرث العادل الباغي إذا قتله، وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث. قول آخر أن كل قتل يمنع من الميراث وهو قول مرجوح. نعم لعموم الخبر، والأول أظهر في الأول أظهر بمعنى إذا كان القتل يعني قصاصا فلا يمنع، وأما إذا كان القتل استعجالا في الميراث ورغبة في القضاء على صاحبه فنقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل في الطلاق الذي يمنع من العرث، وذلك في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم وفي نسكه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ثم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا أحد الإخوة يقول هل الصلاة النافلة في الحرم مثل الفريضة في المضاعفة؟ نقول فضل الله واسع وإحسانه عظيم وعطاؤه جزيل، فالإنسان يسأل الله من خيره. مر بنا أمس حديث ذكر الإمام أبو داود بأنه رابع أربعة أحاديث تدور حولها تعاليم الإسلام، وهي إنما الأعمال بالنيات، فإذا أخلص الإنسان نيته لله عز وجل فالله يعطيه الخير ويمنحه الأجر ويتفضل عليه بالإنعام. يقول شخص اعتمر في أشهر الحج
ثم رجع إلى بلده وهو يسكن داخل هذه البلاد، هل يلزمه الإحرام يوم السابع عند المرور بالميقات؟ نقول إذا رجع إلى بلد هنا وهو ساكن في مكة وبيته في مكة لا يلزمه الإحرام ويأتي إلى بيته، وأما إذا جاء في موسم الحج قاصدا الحج ومر بالميقات يلزمه الإحرام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا أحد الإخوان يقول هل يرث المكاتب؟ نقول المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم ولا تنفذ حريته، ونحكم بأنه حر إلا إذا سدد جميع ما عليه من أقساط ودفعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.